مرحبا بكم مشاهدين ومتابعين في هذا البث المباشر مباشرة من نادي الجديدة. كما كتشوفوا روينا هنايا فوضى هاد الحفاري هادو. فينكم المسؤولين؟ شوارع مدينة الجديدة عامر حفاري وبرك نائية. يعني تخيلوا نتايا خارج غادي غادي لخدمتك، خارج غادي لخدمتك باللباس ديالك، تكون غادي دايز دوز طونوبيل غتحط في الحفرة هادي غطير عليك الماء كامل، الماء كامل غيطير عليك. واش محشومات؟ واش ما كيأنبكمش الضمير ديالكم على ود على قبل هاد المشكل هذا؟ شوفوا بعد أول حاجة غنلاحظوها هي البنية التحتية. فين هي البنية التحتية؟ البنية التحتية هي البودرون يهبط. شوف الطاكسي، شوف الطاكسي كيف كاين، شوف 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 حشومة وعيب وعار عليكم هذا الشيء اللي كنشوفوه يوميا في المدينة ديالنا. شوفوا كيما كتشوف الطوموبيلات الرويد ديالهم كياكلوا العصا، ما كاينش غير هادي، كاين هادي. شوف بعد هاد الشارع هذا بزاف، هاد الشارع فيه حفاري بزاف. انا غادي نوريكم، شوف على فرت هي غارقه، هادي غارقه غارقه بزاف. على فرع عاوتاني، على فرع عاوتاني، على فرع حشومه وعيب، حشومه وعيب وعار. الفوضى بحال هكا في مدينه جديده، جاو ما عرفتش واش غير المواطنين اللي مساكن مشاو جابوا الحجار والتراب من البحر كما كتشوفوا هذا اللي مليو حنا وعمروا هاد الحفاري هادي. ولكن مع ذلك راكم عارفين الشتا والطاكسيات كيدوزو رجعات كيف ما كانت. هادي راه غارقه غارقه بزاف، شوف الطوموبيله كيف كدوز، شوف 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 شحال الطوموبيله كتهبط. شوف الطوموبيله الرويده النص ديالها كيتهبط، النص ديال الطوموبيل ماشي النص ديال الطوموبيل، النص ديال الرويده كتهبط. اذا راه حشومه وعيب وعار. شوفوا بحال هذا المنظر سيء في مدينه الجديد. شوف شوفوا كما كتعرفوا ديك المشا ديال صغيوره ومطيوره هي هذه، هذه راه واخا تشوفوها هكا راه عامره. الله يستر يدوز موطور يدوز عليها طيح فيها يتقلب 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 الموطور. يعني راه بزاف الاسباب، راه حشومه. تخيلوا دابا يعني الله يحفظ، حنا ما كنتمناوش هذا الشيء لكل شيء. يعني ديز الموطور لا بيكالا كليسات بك هنايا طحتي. شوفوا الحجر الصغير، شوفوا الحفاري قداش. الله يستر تفك لك، شوف الله يسر رشفت لك. شوف الحفاري، شوف يعني مشاهدين ومتابعين شوف تيفي، كنتمنى هذا الميساج يوصل للمسؤولين والجهات المهنيه ويدخلوا في هذا الامر هذا في اقرب وقت. ونتلاقى معكم في بث مباشر اخر في امان الله. الى اللقاء.